الاهل طلوسي كلن عيله بالعيله. هذا خالك، هذا خيك، هذا ما واحد بيتعداها حدا، ما واحد بيقول له لواحد وين كاين وين رايح، ولا حدا بيتري حدا، ملح كتير ببعض. اول ما وعينا اول طلعتنا لقينا اهلنا بيزرعوا دخان، وكل البلد اكتريت المزارعين، وكل البلد في عنده طرش بقر ومعزه، يعني كنا متاقلمين بهذا الجو، مفكرين العالم كله هيك، لانه مش ظاهرين برا طلوسه، يعني عبر حيان مش رايحين. هذه الارض كل لسه المبينه كلها كانت تنزرع حبوب ودخان، ما في مطرح بور. قرية يعني صغيرة على بوابة الحجار، نعم، تبعد عن رأس النبش 2 كيلو، كلها منطقة جبلية وفيها غابات سنجين. بتحد من الشرق مركبة، شرق بشمال بن حيان، غرب بشمال بتحد أبريخة، غرب بتحد المجدل، إبلي بغرب بتحد شقرة، إبلي بتحد حولة. بلدنا صغيرة كبيرة، بتحد 6 بلاد. هي شمال فلسطين بحوالي 3 كيلومتر عن شريط الشائك اللي وضعوا الاحتلال. طلوسة بلد يمكن مميزة. من أيام الأتراك طلوسة ما تعاملت مع الأتراك، وراح فيها شهيد اسمه الشهيد حسن السهل وقاومت الأتراك. بعد الأتراك إجوا الفرنسيين، الفرنسيين كمان أهل طلوسة ما تعاونوا معه، وكان في مقاومة ضد الفرنسيين، وفي ناس كتير انخرطت مع المقاومة أو الثائر أدهم خنجر وصادق حمزة ومحمود بزي وإلى آخره. بعد الفرنسيين إجوا الإسرائيليين، حصل مجزرة رهيبة بحولة ليرهبوا الكرة المجاورة اللي حواليها لتفل من دون أي مقاومة، لتفل من دون أي مقاومة. عنا هون نحن اسم منهم أبعد النساء على الأحراش، عوادي سلوقة هي وادي الشهداء، واسم ظل بالكرة مخبأ. قالوا بدنا تجي امنا حملنا، رحنا على الويت، وانا عندي اولاد صغار، عندي 2، قعدنا 5-6 ايام بيروحوا يرجعوا على ضيعه من بلد ناس، قالوا راحوا ليها. بعد 48 يجي يفوت البدن ياخذوا، لا شو في عندنا دوله؟ ما كان عندنا دوله، ما في الجيش اللبناني استرجيش هيك يمرق قدامه، هيك كانت الحياه هون. كان بالسابق اذا يحصل قصف اسرائيلي على طلوسه، يوم المختار بهذيك الايام يحكي مع السلطات المعنيه، قال له عدوا كم قذيفه تنزل، يلهونا بهالنقطه انه كم قذيفه، عد لي بس كم قذيفه عم تنزل. هذه كانت قوتنا بدولتنا. اجوا الفلسطينيه لهون على المنطقه، اقلمنا معهم حتى نساعدهم بوضعهم، عرفت؟ انه وضع بلد محتل وكل شيء لازم نوقف معهم. يعني كان قصف تقريبا كل 15 يوم 20 يوم ينزل قصف مفاجئ. لحد سنه ال 76 صار في دخول اسرائيلي على منطقه القلاعه ووصل لحد عدايسي. على المنطقه اللي هم اجوا اخذوا خط الشرقي من طلوسه، ب 78 بلشوا هن يتوسعوا. دخلوا وصلوا على البلد، لان على اطراف البلد من صوب مجد سلم على اطراف وادي سلوقه عملوا موقع اللي هو سمي فيما بعد موقع الدوار. ب 82 اجى الاحتلال الاسرائيلي، ونحن هون ما عندنا اي شيء من مقومات
المقاومة ولا الصمود. فترة 82 لل 85 كانت البلد تقريبا بأول 85 كانت هادية، يعني كان الشغل على الإسرائيلي بالمناطق اللي هو بعده فيها، منطقة الساحل ومنطقة صيدا وصور لحد الانسحاب الأول والثاني. لما وصلوا على منطقة ما سموه هن شريط الحدودي صاروا إنه بدن الناس يشتغلوا معهم، بدن عسكر يضموا إلهم، بدن كذا. الإسرائيلي إجا محتل بده يزعبك من أرضك، يا بتتعامل معه يا بيحطك بسجن الخيم. والوالد كان ساكن هون بيه كمين هيك صرفه، أخذوه على سجن الخيم وأخذوه بالستة وثمانين، بقي سنة وشهرين بمعتقل الخيم، استشهد بمعتقل الخيم بالسبعة وثمانين، كان عمره 63 سنة. ايه طلوصة الوحيدة بالمنطقة كلها زي ما حدا فتفق مع لحد، أخذوا 15 واحد يضربوهم بالميرية تحت الخيم. سمع قال له الضابط لواحد قال له برافو برافو تمام، قال له اول رصاصه بدها تطلع براسك. هذه كما شو خي عمره 14 سنه، قعد 10 سنين بحبس الخيم يوسف ترمس ومجيب ترمس، عمره 14 و15 14 سنه، بعده مش ظاهر من طلوسه يعني، بعده عم يرعى البقرات وحامل عودي ما بيعرف شيء. كرمال هيك قال لنا ما رضيوا انه نبقى هون لانه ما نتبهدل، وهن يتبهدلوا على حسابنا. شو يعني بيت هوني يعني مدلل للعذيب بقيت ايش يتحرك لهك ولا شو بخلوني فيل؟ مش ممنوع بس فيل بيهدوا البيت وبكربسوا يشحى وحلي حوالي ياخذوا كلهم بيهدوا بيوتهم. شو بدي شو بدي فيل يعني؟ ما بخلوناش بدي اروح شيء. قلت له انا عندي بنت مريضه عم تموت بدي اروح شوفي بلكي ماتت يا عمي. قال لي ممنوع تروح. وصلنا لمراحل اكثر من هيك، ممنوع ابن طلوسها يطلع على مركبه الا بدهم يعملوا دروع بشري قدام الاليات، يمشون قدام الاليات من طلوسة لمركبة. البلد كان فيها حوالي 96 بيت، نهد منه شي 12 بيت بفترة الاحتلال. وقت اللي نحنا كنا فيها اثنين بيتين، بيت وبيت ابو سمير، عدنين ترمس ورا بعضه. طلعت عملية فلسطينية لمحاربة إسرائيل، استشهد اثنين الفلسطينيين ورجعوا الباقيين لوين؟ على البيت لهون. إسرائيل اجت على أطار الدم للبيت لهم، أصرون أربعة ودمروا البيت مباشرة ب92. نتيجة العملية كانت يمكن صعبة على الناس، ولكن الناس ما حدا نفر من المقاومة، بالعكس تعاونوا مع المقاومة. عم قلك صار في كذا شغلة وكان في تعاون كتير، والمقاومة كان في لها احتضان كبير هون. أبو عريضة إجا مرتين هون إلى هون لعنا يعني على الضيعة، صار بده حقق معي. قال أنت في ناس عم يحكوا إنه ابنك بيجيب جماعة بالليل بتعشيهم بالليل عندك بالبيت. قلت له أنا إيه عم تحكي مزبوط، بيجيب جماعة ابني بعشيهم وبالبيت. أنا بقول لك عم يجوا كل ليلة. قال كيف يعني؟ قلت له عم يجوا كل ليلة. أنت يعني شو بدي لك؟ بس أنت بدك تستفهم مني ملايح. قال إيه. قلت له لايك في عندك جيش بروح بحوط الجيش البيت، بس يجوا بتضرب خنبلي تضربوا خنبلي على البيت مت انا وياهم، مش احسن هيك؟ قال لك ما اجره. شو بدي لك طيب؟ ليش عم تيجي انت هيك يعني بتجيبني لهوني كل مره وبتاخذ افادتي؟ شو بدي شو بطلع من افادتي يعني؟ يعني اذا اجوا جماعه بالليل رح اقول لك اجوا؟ ما بقلكش اجوا. قد ما كون انت شو انت عدو؟ انت عدو. انا ابن وطن، انا ابن وطن ابن بلدي بحبه غير العالم كله. رسمي المقاومة
ما ضروا حدي ولا أزوا حدي، وظل القلب مصفر، واللي عدوا لعنده يلمس قد الدنيا. في طريق كان مشروع بسنة ال 76 شيئا أحمد الخطيب جيش لبنان العربي، استغلتها المقاومة ببعض تمرير بعض الآليات، يعني من بيناته مثلا عملية الشهيد الحر العاملي 88 أو الشهيد هيثم دبوء. أحد الاستشهاديين عم يقول لك عابر بسيارته، علقت السيارة تحت أول البلد، كانت ما في زفت وطريق صعبة، نزلوا أهل البلد شيلوها وحطوها على الزفت ومشوها، وبقي ليلتين نايم هون. عرف الإسرائيلي وتأكد إنه السيارة دخلت من وادي سلوقة. على أثر هاي العملية الاستشهادية لشهيد أسعد برو، قاموا بوضع موقع سموا إياه فيما بعد موقع الدوار. الإخوان كانوا على طول يضربوه لهذا الموقع، إما بقصف مدفعي أو صاروخي، وكانوا يهجموه إلى أن صارت هي العملية المعروفة اللي أثروا منه هذه الـ 11 أو 12 بعد منها الإسرائيلي عرف أن هذا الموقع صعب أنه يحافظ على حاله فيه، اضطر يشتغل على إنشاء موقع تاني اللي هو بصير موقع المشعرون. هو من جهة الشرق من البلد، يعني أصبحت بهذيك الأيام أنه البلد شبه محررة ومش محررة. وصلوا لمرحلة هن ما يقدروا يظهروا من الموقع، كانوا يستغلوا سيارة طالعة من طلوسة مثلاً يقوسوا فق منه الواحد يطلع يقولوا تعالى هون يجيبوا لعندهم، إما يطلعوا معه عناصر يخدون على مركبة مأزونيات هو رايحان منه يركبوا بالطبونية، أو يقولوا له بدك جيب لنا أكل من الإبع تروح وترجع تيجي على أساس إذا في عبوي هو بده تطلع فيه إذا عبوي على الطريق، وإذا هو راجع صار عليه شيء بيكون عليه هو مش عليهم. كانوا يستخدموا هيك مع المدنية. مثل بلدنا بلاد التانية نجحت المقاومة لأنه في إلى أرضية طيبة، الشباب اللي كانت موجودة هون شباب المقاومة ضحوا وفي نتيجة لإله كل العالم أمنتها، تحررت البلد، يعني صرنا فينا النين مبسوطين مرتاحين. كانت إسرائيل وقت اللي كانوا يفجعونا نحن وليد يقولوا هي إسرائيل هي إسرائيل هي إسرائيل، شو عرفنا نحن؟ مثل لا داعش داعش يقتلوا على ابو جنب الاسرائيلي، شو بعدهم شو عندهم شو بده يردهم؟ لاش اول شيء بي استشهد، لو ما فيش اسرائيل ما استشهد بي واحترق، اختي ما استشهدت هي ولادها واحترقوا، هذه هي وحده منهم، هذه كبيره مش صغيره، بي واختي ولادها، لو ما اسرائيل بعدنا عايشين معنا وعائله وحده وبصرت على النبي. انا ليش بدي اتغرب 20 سنه او 15 سنه برد طلوسه وما عرفش من طش 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 طش، مثل واحد بكب فضول لبرا بطش مش عارف وين عم طش مش شايفه الان. لما اسرائيل ليش بدي يهرب خيي وابن عمي وبنتي يهربوا عن البيت اللي هن قاعدين فيه؟ ما انا لا انا صار عمري 96 سنه جي قارب للمي مش هيك؟ المهاجره والمقاهره واليهود كله مرق علينا، يعني مش انه غابين عنه، بس نحن لولا المقاومه ضلينا ما ضلينا. ليش بده يضحك على حاله ويحاك؟ لانه ما احتلت اسرائيل وطلعت، لانه بناخذ نحن من الحرب ال 67 الضفه الغربيه صار في تسويه بالاردن ومصر، بعد الجولين بعد محتله رغم الامم ورغم المجلس الامن، واسرائيل ما عم ترد على حدا، وهي فلسطين بتشهد على ذلك. ولما بكون انت عامل مشكله مع واحد بيو قاضي وامه هي كاتبه العدل وابنه مش عارف شو، انت عم تحكي امم متحده وعدو مش عارف شو، ما هن هودي هن المشكله، هن الضالمين وهن القضاه وهن بدقوا على الطاوله. في ناس كثير بايام الاحتلال التركي وقفوا مع الاحتلال التركي، في ناس مع ايام الاستعمار الفرنسي وقفوا مع الاستعمار الفرنسي، لما اجوا الصهاينه لهون كمين وقفوا معهم، في ناس كثير وقفت معهم. مثل ما قالوا عن ادهم خنجر بهذاك الوقت انه هذا انسان قطاع طرق،
هلا بالمقاومه اللي عم تقاوم اسرائيل وتقاوم العدو التكفيري بسوريا، فبيقولوا انه هودي ارهابيين وهودي، بس هودي ما بدهم يخلوا الجيش يكون قوي وما بدهم يخلوا مقاومه تكون قويه ويكون معها سلاح. هل الاسرائيلي بينشال سلاحه نهائيا لحتى انت تشيل سلاحك مقبله؟ عدوك مسلح بوجهك باقوى انواع الاسلحه، شو البديل لك انت؟ لو ما في مقاومه ما جينا على الارض ولا قعدنا هون، ولكننا مرتاحين ومعمرين ومبسوطين بارضنا، ما ابدا. انا لما بدي قاوم هالمرض بدي اجيب دفاعات، بدي اجيب مضادات، بدي اجيب دواء التهاب وابهر مش عارف شو، قاوم هذا الالتهاب، قاوم هذا المرض. اذا ما كانش عندي هذه المقومات قاوم المرض، معناتها قتلنا المرض من زمان وما اخذنا حقنا وبقيت زي لحالها. هن خسبوا انه هون شو المقاومه؟ ابو يوم منين هي هون؟ لبنيين بيشتغلوا. هل اللي هون من لمن بنزعب هون؟ من احنا بنقعد فيها هون مثل ما قعدوا بفلسطين. لولا المقاومه كانوا لسه مثل ما صار بفلسطين، صار فينا شو؟ بس رجيلها. اول كلمه عند العدو الاسرائيلي هو حزب الله. لا بيقول لا السعوديه، لا بيقول الاردن، لا بيقول اي دوله خليجيه، لا بيقول حزب الله. خوفي الوحيد هو حزب الله. قومي حمتني في الله بعض يد فأيد، بس والله شو بدنا نعمل؟ واللي خلاك لولا المقاومه ما في حدا بيهان بهذه المطار. لو فزعانين مش عم نعمر حد منهم، حولي معمري بفوق حد منهم، فيش الا الطريق. ديسه كمين كذلك، فركلي وين بدك، حتى هوني بعيتي كله معمر حد منهم، ما عادش يفزعوا مني يعني. ما نحن عارفين والناس كله عارفوا انه لو ما المقاومه ما في، ما قعدنا بهالمنطقه بهالارض هيدي، ما شفنا هالارض هيدي، ما انحمى الوطن، ما انحمى المسلم او المسيحي او غيره. مين كان في يقعد بلبنان او بارضه بوطنه لو ما عمل المقاومه؟ مش عارف واحد لبناني عنده قوه بتقاتل عنه يا خيي، شو ما كان طائفته، حميت له وطنه. يمكن بالجغرافيا بتقول انه بالتاريخ عفوا بتقول هي المنطقه بهذا المذهب وهي المنطقه بهي المذهب، بس بالجغرافيا على مستوى الكره الارضيه لبنان كانتها نقطه واحده. يعني لازم تكون بتهم المسلم والمسيحي نفس الشيء والدرز وغيره، لانه شو الفرق بين حدود رميش ولا حدود بنت جبال؟